السلام عليكم ورحمة الله والإكرام. سلامي لكل مستمعين مردني سونغ. تحية للمسؤولين على الصفحة مردني سونغ عبدو الزين ومحمد رمو. وسلامي لعكن وبتمناكن سنة جديدة لكن ولمحبينكن ألف تحية وألف سلام حبيبات قلبي. وإن شاء الله إن شاء الله مع الفنان منير حسن رح نسوي شي اعمال حلوه ان شاء الله، انتظروا شغلات حلوه. هاي مع الرئيس ابو ادهم، جينا لعنده اليوم على البيت عم نحتفل بالغنيه الجديده بنجاح الغنيه الجديده الكليب ان شاء الله ابني، وبحضور استاذنا علي احمد. مبروك مبروك يا ابو ادهم، انتظرونا. وهوني عبدو الزين معنا كمان، وانتظرونا بشهر شباط ان شاء الله. بشهر شباط لا 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 علي احمد، لا والله اغنيه جديده بشهر شباط، لو بتعرفون ايش اسمها، من كلمات الفنان علي احمد. قالوا لي انساها. لا، نار وبارود. رح اسميها نار وبارود. قالوا نار وبارود. نار وبارود. تحياتنا لك وعام سعيد، نتمنى لك التوفيق. يلا بتحب تحكي شيء خالو لما يردن لي سونكس؟ بالقلب اللي ايش تحكي، بحبهم كلهم على عيني وراسي، وخاصة عبدو زين ومحمد رمو، وكل بتفوتون على الصفحة ويتفرجون. ايش اسم الصفحة؟ مردين لي ساوند. يعطيك العافية. تشاو.